نجدد معكم اللقاء من خلال برنامج رؤية في الثقافة، اللي يستضيف اليوم الفنان زين صافي. مرحبا بك. مرحبا بك أيضا، ونشكركم على الاستضافة هذه. يعيشك. بالنسبة لزين صافي، معناها بديت في رحلتك معناها الموسيقية والفنية، خلينا نقوله من أوسط الثمانينات. باهي، صحيح. أنا هي الرحلة الموسيقية ما تبداش من وقت اللي الناس بدات تعرفك. يعني الناس بدات تعرفك في اوسط الثمانينات. بالضبط، خاصه الجيل الجامعات، لانه نشاطي ونشاط الفرق للمجموعات اللي ظهرت في نفس الفتره، معناها كان النشاط محصور في الجامعه، في الحرم الجامعي. على كل، هي في الفتره هذيك في اواخر معناها السبعينات وبدايه الثمانينات وصولا حتى تقريبا التسعين، بقات فما موجه نتاع فن ملتزم عرفته الجامعه التونسيه، تعرف شويه في اوساط. اليوم نحاولوا من خلال برنامج رؤى في الثقافه انه نعرفوا بهال الفرق الموسيقيه، بهالمجموعات اللي ظهرت في السنوات هذيك. باش تحكي لنا كيفاش البدايه بتاعك، ساعه بدايتك كيفاش بديت؟ بدايتي كانت ككل الفنانين، معناها بدايتي كانت تقليديه برشا، معناها كل تعلمت المالوف. بديت صغير شويه، معناها بديت عمري 13 14 عام، معناها نعزف العود، نعزف الاكورديون، ننشط مع مجموعه المالوف بقليبيا. بعدها خذيت البكالوريا. قبل ما ناخذ البكالوريا شويه، معناها من خلال اذاعه اختصاصي، وخاصة معناها الفضل يرجع للمنشط الكبير حبيب العيد. حبيب العيد عرف، يبدو انه عرف بياسر معناها مجموعات وبياسر اشخاص، وعرف معناها بالشيخ إمام الوحيد تقريبا اللي دخل شوية فن ملتزم في الإذاعة التونسية. حللنا عينينا على أشياء ما نعرفوهاش، لأنه في الوقت هذاك التلفزيون مش متوفرة، الإمكانيات معناها الموجودة توا مش متوفرة، معناها كانت المتنفس نتاع الشباب، معناها الشباب اللي يحلم بالتغيير، يحلم بأغنية أخرى، بنظرة أخرى للحياة. اكتشفنا الأغنية الفرنسية زاد. الأغنية لاشانسون أتكست. بالضبط. لاشانسون أتكست الفرنسية اللي كانت معناها تتضمن مضامين ثورية ومضامين جديدة ومضامين شبابية، ومعناها تطمح للتغيير مجتمع افضل. بالضبط. وفي نفس الوقت اكتشفنا انه الشيخ امام ومرسل خليفه، وبعد الهادي قله شويه، وزياد الرحباني، اكتشفنا ان الاغنيه معناها يمكن ان تكون اداه للتعبير واداه لايصال موقف، ما لايصال موقف، لايصال رساله، للتعبير عن كل معناها متناقضات الحياه. وفي الوقت هذاك زاد فما ملل كبير من الشباب، من المجموعات هذه اللي تكونت في الفتره هذيك، فما ملل من كلمات الاغنيه السائده. فما برشا كلمات، فما تمرد، خليني نقول تمرد اكثر، معناها تمرد خاصه على المحتوى نتاع العديد من الاغاني. توا نسمعوهم بشويه حنين هكا وشويه نوستالجي، لكن في الوقت هذاك فما معناها ملل كبير من مضامين الاغنيه التونسيه، معناها كنا نعيش احنا في عنا احلام وطموحات اخرى. وقت اللي الاغنيه تعبر على التونسي في 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 العشرينات وفي الثلاثينات، معناها احنا كنا نعيشوا في الثمانينات، فما تطلعات جديده. وقت اللي الاغنيه مازالت تحكي على الحرقوس وعلى الحنه وعلى على 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 حاجات اللي ما تعنيناش في الوقت هذاك، بالنسبه للجيل هذاك. بالنسبه للجيل هذاك، معناها الاغنيه هذه الملتزمه معناها كانت تطمح لارساء قواعد جديده للاغنيه، الاغنيه عربيه واغنيه تونسيه. فهمت.
على كل خلينا نقول حتى في جيل معناها الثمانينات هذيكم الاغاني اللي كنا نسمعوا فيهم من برشا مثلا مغنيين خليني نقول معناها العباقره بالنسبه ليا عبد الوهاب عبد الحليم ام كلثوم الى غير ذلك، ومع ذلك تمردت معناها عليهم الاجيال وتمردت على نجم نقول في تونس تمردنا على الهدي الجميني تمردنا على مثلا على علي الريحي على غيره، لكن لو كان جاء اليوم كيفاه مع بالضبط اليوم فما ديكادونس معناها كبيره بالضبط. انا تو رجعت الاغاني فيها الناس معناها تو فما حنين كبير للاغاني هذيك برغم ما يقال فيها فهمت لكن بالمقارنه اللي نعيشوا فيه تو معناها حاجه اخرى معناها وزيد حتى الفن الملتزم تو اللي بدا يظهر اللي ملتزم بليز موا يحمل رساله هو الراب هو الراب الشباب الوذن ما تسمعوش فاسيل ما هو بالنسبه للجيل والله حتى احنا معناها احنا كفرق في الوقت هذاك ما كانش الناس كل تحب نرى اي ما كانش معناها لان المضامين اغانينا مش ديما قريبه لل قريبه مش قريبه للناس الكل مش الناس الكل عندها نفس المشغل معناها الاجتماعي ولا السياسي ولا الاقتصادي ولا تهتم بالقضايا الاجتماعيه لكن في فتره معينه بعد 7 نوفمبر اي المجموعات هذه قدرت انها تاثر على الفنانين تاع الاغنيه السائده على الاغنيه السائده وبرشا فنانين معناها ولاو معناها نشوف المنحه نتاعنا ويمشيوا في انهم يغنيوا اكثر اغاني وطنيه فما منحه معناها معينه بالضبط معناها فمعناها حسوا اللي هما زاد هما يزوم يتغيروا شويه معناها بطريقه غير مباشره معناها نجم نقول ان غيرنا شويه في اختيارات الفنانين الاغنيه السائده اختيارات معناها الكلمات نتاع الفنانين السائدين انذاك به انت اليوم كنت معناها في ضيافتنا وجيت معك فرقه كامله معناها ثلاث عناصر اخرين خلينا ما دامنا في بدايه الحصه نتعرفوا على عناصر الفرقه نتاعي قبل ما ندخلوا نطرقوا في مواضيع اخرى. معي على الايقاع معز قسيله وهو موسيقي. معز قسيله. ومعنا شادي الخمسي اللي هو استاذ جيتار. شادي الخمسي. اي. هذا الاسم يعني لك حاجه. يعني لي ما ركبش الاسم على الوجه يعني. هذا من المؤسسين مؤسسي الحمام البيض معناها الحصه اللي استضفت فيها الحمام البيض ذكروا لي معناها الاسم تاع الشادي الخمسي معناها بالضبط هو كان معناها عازف جيتار وملحن في نفس الوقت ومعنا بالحسن الشنوفي انه اللي هو مدير مركزي في بنك تونسي بالحسن الشنوفي باهي معناها توا اليوم نجم نقول انه زين الصافي رافقوها ثلاث عناصر هذوما في الرحله نتاعك الموسيقيه. باهي بعد 14 معناها جانفي شنو معناها الحاجات اللي لقيتها المجتمع كيفاش اسكو معناها تقبلكم اكثر والا لقيتوا ركود والا ما عادش فما ناس تسمع معناها كيفاش تقيم الوضع؟ بعد 14 جانفي المرحله اللي يمكن الستة شهور الأولانيين اللي بعد 14 جانفي ذكرتني برشا بالستة شهور اللي كانوا بعد 7 نوفمبر نتذكر أنه بعد 7 نوفمبر النظام حب معناها فما وصلت تونس لمرحلة معناها فيها توتر فيها معناها صمت لا أنا نحب نقصد أنه فما احتفالية بالأغنية الملتزمة بعد 7 نوفمبر والحكايه مدت ما دامتش برشا ما دامتش حتى 61 92 وبعدين لانه معناها كان الهدف النظام ان تلميع الصوره واحنا ناس هو مع الديمقراطيه الى غير ذلك معناها متفتحين ونقبلوا الراي المخالف ونقبلوا المعارضين ونقبلوا فهمت لكن الفتره معناها الفرحه هذيك ما دامتش برشا بعد بطل جانفي فما احساس بالذنب شويه عند القنوات الاذاعيه والتلفزيون انو هما الفنانين والمهرجانات وزاره الثقافه بالذات زاد كان فما احساس بالذنب انو هالفرق هذوما قد هذي ما حقهم في السابق مهضومين هذوما مغبونين
لازم نقول لك ايا هاو جات الثوره هاو باش نغيروا نعيشوا نعطيهم مكانتهم. فهمت نذكر انا انه الصيفه اللي بعد 14 عام في المهرجانات معناها على الفرق المجموعات الكل معناها يجوا يغني يا ناس بربي يجوا يغني كما في التلفزيون بالضبط هاي. وفي القنوات الاذاعيه والقنوات التلفزيه هي معناها نزينوا بهم للاسف معناها هاي. للاسف معناها نأثوا بهم البرامجنا وبعد فتور تام كان تام معناها. وفما نقطة أخرى نحب نضيفها أنه المشهد السياسي وخاصة المشهد بعد 23 أكتوبر بعد بالضبط بعد الانتخابات والمشهد اللي الناس معناها شافته في المجلس التأسيسي المشهد نتاع السياسيين قول كره بالضبط كره الانسان المواطن العادي في حتى في الاغنيه لان الاغنيه انعكس حتى على الاغنيه حتى الاغنيه انا حسيت هذا لانه احنا في 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 منظور التونسي معناها كان تواصل معناها كان تواصل السياسيين هذوك بما فيهم المعارضه واللي يحكموا معناها بالضبط معناها الخطاب نتاعنا ولا كانه خطاب معناها فما فهم مخطئ لهذه الاغنيه لانه ديما كانت بناها في مخيلة الناس الاغنيه السياسيه احنا مش نعمل في الاغنيه السياسيه احنا نعمل في اغنيه الحياه الانسان اغنيه تتعلق او تتناول او تتطرق الى مواضيع حياتيه يوميه حياتية الى مشاكل يومية الانسان تنجم تبدا معناها كي تشوف انت تو في الاغاني اللي غنيناها مثلا انا نحكي عن اغنيه باب بحر مثلا اللي من كلمات ادم فتحي تحكي على مواطن عنده ازمه ماليه وازمه نفسيه معناها في علاقته مع 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 حبيبته معناها عنده مشاكل علاش يقول انا ما عنديش زهر. ما عنديش زهر تحكي على مواطن عادي نجم انا عام 2050 كي نسمع الاغنيه هذه نتصور نجم انا باحث في علم الاجتماع مثلا ياخذ الاغنيه هذه ويعمل دراسه على المواطن التونسي وفما اماكن فما كلمه المسرح البلدي موجوده قدام المسرح يسمى في حبيبتي قدام المسرح معناها فما الاطار الزمني جات ولا ما جاتش؟ ما جاء وقت اللي جات وانا خايف انا تقولوش اهدي لي باكو نواه ما عندوش امكانيات ماديه باش يهدي لها باش يشري لها باكو ورد من 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 الافينيو فهمت معناها الاغنيه هذه زعما كلهم يهديوا باكو ورد يا ريت ممكن يهديوا كعبه ورده سي ورده سي ديجا بيان سي ديجا بيان فهمت معناها تعبر على الواقع الاجتماعي نتاع شخص في اطار مكاني واطار زماني فهمت احنا الاغنيه اللي نسمع فيها معناها الاغنيه السائده العربيه والتونسيه معناها فمش فرق كبير معناها تعبر على 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 شخص ماهوش موجود على انسان ماهوش موجود وعلى المكان ماهوش موجود معناها خاصه توا مع الكليبات وحدة تولي حاجه اخرى معناها باللابياج وبالاشياء معناها يوري لك معناها اغنيه فيها ديكور كبير وحاجات اي عالم معناها عالم نتاع حلم عالم اي عالم نتاع حلم بالضبط فهمت الكلمات هذه قلت لي نتاع باب بحر هي من شعر ادم فتحي ادم فتحي ولحنتها انت اي شنو المطلع نتاعها يقول؟ تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر انا ليك ونموت عليك لكن ما عنديش زهر ما عنديش زهر معناها لكن ما عنديش زهر معناها كوم تو الموند كوم لا ماجوريتي علي المطر العصافر في باب بحر انا لك ونموت عليك انا لك ونموت عليك
عنديش زهر، انا ما عنديش زهر، انا ما عنديش زهر، انا ما عنديش زهر. ساعات بستنى قدام المسرح، قلبي دق وعقلي يسرح، بس كاتب كل حكاية تحت ايادي، سنين اتعدت ورحل بين حلوم. وشوفك نجمت في مكاني، تاخذني الحيرة، تاخذني وتنساني، بين ايدي فالح جري، خلي تمشي نفرش الخطواتك، نمشي ونضيع فرصة العمر. أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر. نحلم نبني لك عالقمر عريش، وننسى اللي ما في حاليش، لما تفكرني نتألم نتألم، لكن لنسلم لنمد ايدي البشر. ومرات نحلم نحلم بيك معايا جنينة، بحلك الهوايا نحسش بالوقت يمرني، السر. أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر، أنا ما عنديش زهر. كل روحي نحكي لك عالوقت القاسى، عالاحوال الناس اللي تقاسي، على رغيف الخبز، على الروح، على الناس اللي دامج روح، على رحلة من غير سهر. خايف كل ايش نهار نمشي. والمحور اخر هذا محور نجم نقوله او عنوان من العناوين نتاع الاغاني نتاعك اللي حكيت فيه على مواطن كما قلت انت عادي، لكن اليوم قبل ما نغطس اكثر في المواطن العادي وفي مشاغله اليوميه، في الاشياء معناها اللي نعيشوها بكل معناها توتراتها الى غير ذلك، ما نجمش نمر في الحصه هذه وما نحكيش على واقع اخر تعيشه دولة عربية، والواقع هذا واقع نجم نقولوا مؤلم الأبعد الحدود، خاصة بعد القصف هذا العشوائي اللي قاعد يصير معناها على غزة، واللي كم الشهداء قاعد يرتفع يوم بعد يوم، في نفس الوقت الجرحى معناها زاد كيف كيف وصلوا قبل 2000 تو انا 8000 فاتوا 8000 بالنسبة للجرحى، وبالنسبة معناها للشهداء وصلوا لل 2000
وصلوا معناها لل 2000 شهيد ونشوفوا في اطفال معناها يموتوا الى عرض ذلك. علاقتك بالقضيه الفلسطينيه وعلاقتك بهذا الموضوع؟ احنا علاقتنا معناها مش بنحكي على نفسي برك معناها على الفرقه كامله الفرق معناها الفرق المجموعات الكل المجموعات الموسيقيه الملتزمه الكل بالضبط معناها من الثمانينات معناها من اللي بدينا نغنيه معناها من المحاور الاساسيه في 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 اغانينا هي القضيه الفلسطينيه معناها ما فماش فيوش رجعه ما فيوش شك معناها هي قضيتنا القضيه الفلسطينيه. والله نذكر مره فما واحد فلسطيني جاي يتفرج فينا في عرض قال نحس انه الفنانين التوانسه معناها يتفاعلوا مع قضيتنا اكثر من الفلسطينيين. الفلسطينيين ولوا تعودوا حتى توا مثلا حتى الموت معناها قاعدين نشوفوا في الموت اللي يشوفوا فيه يومين ولت مساله انت عاده وان شاء الله في تونس ما نتعودوش على مع الارهابيين اللي قاعدين ان شاء الله ما نتعودوش الشهداء ديما نتعودوا ما هوش كما اول معناها شهيد سقط في تونس خلينا نقولوا بعد 14 معناها بعد 23 اكتوبر اللي هو شكري بالعيد الله يرحمه ما هوش كما معناها بعده كي جا اقل درجه مش بنفس الدرجه زاد الجنود الى غير بالضبط بدينا بشويه بشويه ان شاء الله ما نوصلوش نتعودوا كما الفلسطينيين اللي يشوفوا يوميا شهداء قاعده معناها تموت قدامهم. به القضيه الفلسطينيه اللي تتفاعلوا معها بشكل معناها نجم نقولوا حسي عاطفي الى غير ذلك شنو الكلمه اللي ممكن تقولها اليوم لاهل غزه ولفلسطين بشكل عام انت والله والله لحد توا اللي باش نقوله ما صعيب باش تلقى الكلمات اللي باش تعبر لك على على اللي خارجك لانه الكلام الكل تقال الكلام قال قلنا فما ناس قالته معناها باقتناع فما ناس قالته بنفاق الكلام الكل تقال التفاعل توا على مستوى الشارع عفوا التونسي كيفاش تراه بعلاقه بالقضيه الفلسطينيه؟ نحس فما فتور شوي فما فتور ولا هذا انا شفت من في المسيرات معناها فما فتور الابد كانوا كل فول له في نواره توا بالضبط معناها كانوا فما نوع من التعتيم على القضيه الفلسطينيه بمساله هذه ما يسمى بين ظفرين الربيع العربي ولينا لهينا بحاجه اخرى بالضبط معناها معناها البلد الوحيد اللي قاعد يعيش في سعاده هو اسرائيل توا بيان سور هو اسرائيل بقيت العرب الكل منكوبين ما دامنا منكوبين العرب باش نمشي لبلد اخر معناها فيه نكبه كبيره وبالنسبه يمكن اكبر اي وبالنسبه للحصه هذه معناها تقريبا يعني باش يكون في معناها البث نتاعها بعد 13 اوت و 13 اوت هو الاحتفال بالذكرى معناها 13 اوت ذكرى معناها صدور مجله الاحوال الشخصيه داعش اليوم واللي قاعد يصير في العراق يا رسول في علاقه معناها بالمراه يا رسول انا البلدين الاثنين هذوما العراق وسوريا مشيت لهم وغنيت فيهم معناها مشيت العراق معناها في بداياتي معناها مازلت طفل مشيت عام 77 فهمت وزرت الاماكن كل بلد عظيم على كل المستويات على مستوى الشعب العراق على مستوى الحضاره على مستوى الليمونيمون اللي عندهم على مستوى كل شيء سوريا كيف مشيت يعني تفهم انا في التسعينات معناها شعب عظيم شعب حضاره شعب حضاره خلقت في 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 زوز البلدان هذا فهمت تو كي نشوفهم معناها نشوف في الفيديو معناها واحد مش معناها دي كوشمار معناها كيف فما معناها اللي باهت معناها انه فما الناس معناها تتفرج معناها ولات الناس تتفرج في الفيديو نتاع افلام رعب الفيديو بدهم ولوا عاديين افلام رعب معناها تتفرج في افلام رعب رجم المراه وفي نفس الوقت السوق الرق اللي رجع ومساله جهاد النكاح اللي قالوا عليه وقت العيد معناها ثاني عطاوا مهله العيد بعد ما زواج ولا نكاح الجهاد ولا ما عرفتش يسلموا ويجيبوا يجيبوا لبنات ايوه جماعي برا شوف شنو وفي العادة معناها في كل معناها الحروب الضحايا الأولين هم النساء والأطفال معناها وخاصة المرأة معناها ديما إذا كان ممكن أنه لهالضحايا هذوما الكل تهدي لهم أغنية شنو تقترح غابة موطني هذه أغنية هي نشيد من شاعر إبراهيم توقان وألحان محمد فليفل
تغنى بطرق معناها بطريقة نشيد نشيد. هو نشيد منه اللي يغنيوه أو ينجدوه الفلسطينيين ونفس الوقت العراقيين. أي حتى السوريين يغنيوه. والسوريين. حتى السوريين يغنيوه. أنا وأنا اكتشفته على الإنترنت حبيت نغنيه مش بالطريقة اللي خطر ديما الأناشيد متاعنا اللي هيا نهزوا سلاح وهيا نحارب. يمكن الطريقة هذيك باقي معناها يمكن تنفر شوية للسامع. حبيت نقدمه معناها يمكن يعجب يمكن ما يعجبش. حبيت نقدمه بطريقة أكثر فيها شاعرية أكثر وفيها شوية رومانسية وفيها شوية معناها خلينا نقول معناها رومانسية شوية. رومانسية رومانسية. مطلع الأغنية هذه اللي كتبها إبراهيم طوقان الشاعر الفلسطيني كيفاش تقول موطني؟ الجلال والجمال. الجلال والجمال. إكسترا. إكسترا. هي موطني نسمعوها ونترجو فيها وبعدين معناها نرجعوا للحوار. قاعدين نشوفوا في تونس وقاعدين كما قلنا نشوفوا في العراق في فلسطين في سوريا لبنان دخلت على الخط العديد معناها من الحروب والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان حقوق معناها المرأة. لكن خليني نرجع لتونس وتونس اليوم للأسف معناها الشديد بدأت معناها العمليات الإرهابية مش ترتفع وما نعرفوش ممكن أنه معناها تزيد تكثر العمليات
وفما اليوم حرب على الإرهاب. أنت معناها في وسط الجو هذا، أنت تونسي كيف التونس الكل، كيفاش تعيش معناها هالحاجات اللي نسمعوا فيها والجنود اللي قاعدين يموتوا هالعمليات وفي نفس الوقت الحاجة اللي بالنسبة لي لحد الآن ما لقيتلهاش تفسير، أنه مع العمليات معناها الإرهابية فما حرائق كل أسبوع تسمع 3-4 حرائق في معناها في جبولات. ما نعرفش اسكو صدفة، أما الحد معناها اللحظة هذه مخي ما نجمش يستوعب أنه حاجتين منفصلين وأنها كلها عن طريق الصدفة، لأنه في ساعات في نفس النهار 3 حرائق في نفس الوقت. أي بالضبط. معناها بالنسبة لي بتحليلي البسيط نقول أنه بتاتر تشتيت لجهود معناها الأمنيين بالضبط. اللي قاعدين كونسنتري على معناها محاربة الإرهاب. ما نجمش نلقى تفسير آخر غير هذا في بالي هكا معناها. معناها احنا وصلنا توا ولينا فما احساس عند حسب ما نسمع انا في المقال وحسب ما نسمع عن الناس كيما تحكي معناها فما احساس معناها يخوف انه التونسي ولا ما عادش عنده ثقه في المعلومه اللي توصل له. معناها كي تدخل انت على الفيسبوك تلقى معناها احداث وهميه يوم فهمت والناس بارتاجي فيهم معناها الناس معناها قاعده تقوم ب ب ب ب ب وفما شعور انه التونسي ما عادش عنده ثقه في حتى في البلاغات نتاع وزاره الداخليه وهذا خطير فهمت. وفما مجموعه كبيره من التونسي ما عادش يهمهم كيف اللي معناها معناها انا نقول كيما معناها حاشاك مرضى السيده ما يهمنيش فيه ما دام ما وصلتنيش الشيء مازال اي التونسي اللي اختار انه ما يحس معناها بالجمره كان ما يعرفش عليه معناها ما يحس بالرعب الا ما يدخل الدار ما يفهم الحاجات اللي يتمس معناها بشكل معناها مباشر. هذا الاختيار انه الرعب موجود في الشمال الغربي وفي ولايه القاصرين احنا في الكامبون شي يهمنا موجود الاحساس هذا سمعته فما ناس في الكابون يعوموا شيخين يعوموا العريس والدنيا ما حب هي الحياة تستمر الحياة تستمر أما معناها الانديفيرونس هذه أو معناها اللامبالاة هي خايبة الأبد حدودي أنها عندها أثار على التحركات أثار حتى معناها على النفسية الجماعية خلينا نقول بالضبط. هاي نقول لك معناها ربي يسترنا وكهو ربي يستر ربي يسترنا ما دام حكيت اني على الغابات وحكيت على الحرائق وحكيت على انه هل الارهابيين موجودين في الجبل في جبولات نتاعنا في جبل الشعامبي ما نعرف شنو سمينا جبولات عرفناهم على فكره كنت ما نعرفش برشا جبولات شنو ممكن انك تقترح كغنيه اللي تعبر بلزموا على الوضع ككل مش فقط معناها مساله الارهاب ما الوضع اللي قاعدين نشوفوا فيه التاكل هذيا والاحزاب اللي تجري معناها باغتو والناس اللي والمواطن اللي قاعد يتفرج فيهم كمواطن عادي ايش ممكن اي معناها والوضع معناها الوضع بشكل عام معناها انه الضعيف ما يلقاش الحمايه خاطر راهو فينالمون برشا ناس معناها نسمع في برشا ناس يقول لك كان ولينا عندنا داعش في البيت تو نخرج هذا اللي عنده امكانيات باش يخرجوا اي معناها فهمت معناها ديما اللي عنده كيما الفلسطينيين بالضبط معناها شكون الفلسطين في غزه شكون فيها؟ فيها كنز زوليه معناها الغبيز زويوله مفقرين اي العباد اللي لبس عليهم يخرجوا معناها وقت اللي فما معناها بومبارد مويز ياخذ تسكره ويمشي لاوروب فهمت برشا توانسه والاحساس هذا حسيناه تو مده عام ونص هكا عامين فهمت حاسينه الناس بدات معناها سفاره الكندا المطالب نتاع الهجره ملتيبلي باغ 20 تقريبا فهمت الناس كل فهمت وهذا هما شو يحبوا يوصلوا للارهابيين انا البلاد تولي ملكهم احنا نخرجوا منها فهمت هذا معناها الخطر الكبير فهمت لكن نحب نحكي ما قلنا احنا الزاويه ديما هو المعناها هو المستهدف هو اللي يدفع الضريبه هو اللي يدفع الضريبه في كل شيء معناها في غلاء المعيشه في كل شيء نغني وغابه
غابة فيه أغنية حلوة هكا وخفيفة، أغنية هزلية لكن فيها زادة عرفت كلي موغ نوار كل غابة كلبها ذيابة نازلين في الناس هم معناها الشيخ إمام شعر لي أحفو النجم تعبر على وضعنا قبل 14 جانفي معناها اللي بلاد كانت اللي كانت غابه معناها غابه كبيره واللي عنده السلطه معناها كانت غابه ما كانوا معناها الذيوب كنا نعرفوهم متخبين شويه نعرفوهم متخبين اما توا الذيوب نعرفوهم وموجودين بارتو معناها واحد ما عادش يعرف اللي بجنبه ذيب ولا مش ذيب وبريسك معناها انفيزيبل معناها تسمع بالعمليات الارهابيه كاينهم ناس هابطين ديزكسترا تيريس معناها ثم شعور انا نحسك ولو كاين ديزكسترا تيريس يقوموا بعملياتهم وبعد يرجعوا الى قواعدهم وهذاك يطلعوا في السماء للاسف الشديد معناها بالنسبه للارهاب يلزموا على الاقل خلينا مادام حكينا على الارهاب يلزم ثم استراتيجيه وطنيه اللي تكون عن متحدد المجالات النشاطات اللي ما هيش مسألة الإرهاب نقاومه كان بالحل الأمني لا الحل الأمني وحده ما هوش كافي لازم كل معناها مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب السياسية المؤسسات التربوية كلها تنخرط في برنامج معناها وطني من أجل معناها تحسيس وتوعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وبالمذار نتاع الإرهاب ضيعين وسط ديابة
تام فاهمين وبنتغابى مش راضيين نتلم فاهمين وبنتغابى مش راضيين نتلم ليه انت جيت من بلاد او من مدينه ساحليه واللي هي مدينه نجم نقولوا لازم معاملها سياحيه خاطر ليبيا مش سياحيه سياحيه سياحه داخليه سياحه داخليه اكثر منها مع هالحاجات اللي قاعده تعيش فيها تونس والارهاب الامور ماشيه ولا ليه خاطر حسب زاده معناها الاخبار انه قليبيا فما نوع من الهجمه الكبيره عليها الفتره هذه معناها التونسي عايش والله جا نقول لك قليبيا من البلدان انا ما تاثرتش بالاحداث انا الاصل نتاعي من حمله غزيره حمله غزيره اللي هي قريه من جنب قليبيا 4 كيلومتر على قليبيا قليبيا شو نقول معناها الجمعيات جمعيات العمل المدني في قليبيا من اصل الدنيا معناها تعمل معناها مش نقول لك من المدن الصغيره تنشط فيها الجمعيات بشكل كبير تنشط فيها نشاط كبير ويمكن معناها مش معروفه بال معناها ثقافيا معناها متطور على برشا بلدان وعلى مهرجان سينمائي الهواة معناها متحركه والجمعيه والعمل المدني في قليبيا متحرك بالمقارنه لبرشا برشا بلدان معناها حتى المسيرات الكل الناس تخرج معناها فما حتى مشكل معناها لكن فما نوع من الريتويال معناها اي معناها فما حراك اجتماعي باهي وفما معناها نحس فما وعي بالمقارنه لبرشا بلدان احسن من برشا بلدان احسن في المجال هذا باهي باش نخليو هالحاجات نتاع الارهاب ونرجع شويه لمسيرتك مره اخرى معناها الفنيه شكون هم الشعراء اللي معناها لحنت لهم انت ذكرت معهم منذ حين في غنية باب بحر ادم فتحي اي ادم فتحي مش شعراء اخرين ادم فتحي من اكثر الشعراء اللي ساهموا في اثراء الاغنيه الملتزمه كتب من اجمل الاغاني اللي كتبهم البحث الموسيقي وكتب لمحمد بحر وكتب غنيت عملت عودت معناها عودنا الشيء الخمسي عاود معناها الارانجمون نتاع بعض اغاني نتاع صديقنا العجيمي حمادي العجيمي اللي هو من الشعراء الجميلين فهمت لحنت لمحمود درويش شنو لحنت لمحمود درويش؟ فكر بغيرك مثلا الشيء اللي لحن سيولدون هل تعرفون القتلى جميعا والذين سيولدون؟ ايوه تغنيت هذه الفرقه نتاع الحمام البيض. اي وغنيت اغنيه ذيك تعرفت برشا في الثمانينات لا تقل لي ليتني بائع خبز في الجزائر لاغني مع ثائر هذه اللي تحصلت بها على جائزه على مستوى افريقي من راديو فرانس انترناسيونال. فما نجيب سرور. فما صغير ولد احمد شو غنيت له بلاي صغير ولد احمد؟ من اين لكم هذا؟ اللي فيها الريح آتية وبيوتهم قش والكف عالية وزجاجهم هش لا تحزنوا يا رفقتي لا تحزنوا ابدا ان شردوا طيرا يمضي له العش دقت ساعتهم دقت هذه من اغنيه من التسعينات اي اللي مازلنا نغنيوها مازلتوا تغنيوها لتويكا بهي بكلكم انتم ما كنتش تمتهنوا في الفن ما كنتش تمتهنوا في الموسيقى كل واحد خدمته انت استاذ استاذ انجليزي والاخرين كما قلت لي اللي يخدم في بنك واللي كل واحد وكيفاش فما واحد فقط اللي هو موسيقي ما انا متخرج من المعهد العالي للموسيقى مع هذا معز معز قصيده لا انا يشتغل في الموسيقى يشتغل في الموسيقى يشتغل معناها واحد برك يشتغل في الموسيقى بكلكم به هل المسار هذايا نتاعكم اللي انتم تمارسوا الموسيقى ماهيش معناها مهنيه ما كنتش مثلا ترتزقوا من الموسيقى لكن في نفس الوقت شادين في انكم تواصلوا في نفس الخط علاش؟ نحب نزيد معناها اني نعرف علاش لمحاله منحب السادة المشاهدين اللي يتفرجوا فينا يعرفوا هالفرق هذي علاش متمسكة بهالأغاني ورغم معناها أنها ماهيش بورد نتاع رزق
لكن متمسكة وتحب كل يوم تعمل حاجة وت... الجواب الوحيد اللي نقوله نقول اللي هما ناس هما مبليين، احنا نقولوا الكلمه ولا مبليين على خاطر كانوا ينجموا ياخذوا طرق اخرى ويصوروا الفلوس معناها يقول ان يقول مبليين بانهم لانهم عندهم رساله يحبوا يبلغوها. مبليين معناها في معناها يمكن كان تولدنا في بلاد اخرى وعلى في اوساط اخرى، يمكن انا طلعنا من زاودية ولا طلعنا عشان ولا غني في الراب ولا فهمت، لكن احنا كل واحد في عائلته ولا في الوسط نتاعو اكيد انه لقى حد ياثر عليه وزين صافي شي ياثر عليه. والله انا خاصه دخولي للجامعه، الحراك نتاع الثمانينات حراك كان متميز في الفتره ذيك، بعد ما مات حتى هو بعد 7 نوفمبر ذيك اول حاجه معناها تعاملت هي انه الحركه هذيك بالضبط معناها احنا بولينا بالاغنيه هذه معناها، ومش توا باش نبدلوا معناها. فما برشا ناس انا عندي اصدقاء يقول لي والله خسارتك سبك ولا ركب صاب الرباعي ولا صاب الرباعي ركب شو ناقصك ولا فهمت هكاك احنا. على كل معناها الجيل هذايا هو كما قلت انت جيل معناها مبلي، والجيل هذايا هو مازال موجود اليوم في الساحه معناها السياسيه النقابيه الحقوقيه الفنيه الى غير ذلك، هو اللي قاعد يسارع. وللاسف الشديد معناها جينا نلقاو روحنا بعد 14 جانفي نعرفوا بعضنا الناس كلها تاع الجامعه التونسيه تاع سواء معناها في النهضه ولا في اليسار كل معناها نفس هو نفس الجيل. هو المفروض انه مع جيل بريزومو اكبر منا اخرين بالضبط شويه ما نفس الجيل، انه معناها بعد 14 عام في معناها شفنا قنوات متعدده اذاعات متعدده معناها نشوف انا نسمع في اذاعات فما انفلات هذاك فما انفلات اعلامي كبير تعدي لك 90% معناها نسمع برشا الاذاعات متفرجش في التلفزيون نسمع الاذاعات تعدي لك يوميا 70-80% من الغناء لبناني. وقت يوم في لبنان ما عندوش حتى 1% من المغنيين التونسي فهمت، ماهوش عادي هذا شيء ماهوش عادي معناها تقولش عليهم يمولوا فيهم الفنانين هذوما معناها هو فما هذه ظاهره غريبه هي ما هي ظاهره غريبه ماهيش موجوده كان في الفن يبدو لي انها ظاهره معناها بالنسبه لي نخمم معاك بصوت مرتفع بالنسبه لي راهو الحوار ديما عندي معناها نحكي مع الضيوف نتاعي اباتون غومبو ما عنديش منها اسئله مسبقه اما هذه ظاهره موجوده بارتو حتى في الجامعه وموجوده بارتو معناها ما نثمنوش القدرات والكفاءات اللي عندنا ديما نمشيو للاخر الاخر اللي بعيد اللي خارج اللي ماهوش تونسي هو الاحسن والتوانسه اللي قنديل بابنا فوالا التوانسه معناها ابستراكسيون معناها فات ما نجمو التونسي ما نعترفوا به يبدا معترف به في بلدان اخرى على فكره ما احناش معترفين انا كما انور معناها خرج الخارج وليو نعترف فوالا ولينا معترفين به ولا صابر باعي ولا فهمت مادام ما عندوش باركور البرة وما تعرفش البرة اي اونكور معناها نعترفوا ولا ما نعترفوش انا عام 86 وليت نتعدى في التلفزه الا ما خديت جائزه من برا صادف في الوقت هذاك نجيب الخطاب الله يرحمه سمعني نغني في اغافي قال كيفاش هذا يغني في اغافي وانا ما نجيبوش برنامج لازم نجيبه ساعتها باش فكر باش هكا هو الاخر عنده شويه كونسيونس الله يرحمه ما توا الكونسيونس ما فماش جمله فماش حتى معناها بالنسبه للثقافه معناها او للمعرفه تعوز المعرفه الكثيرين معناها من اللي يشتغلوا في المجال الاعلامي وللاسف الشديد رغم انه فما جزء منهم كبير طلبتي رغم على الغالب وفما حاجه اخرى فما لوم صغير معناها حتى احنا وقت اللي كنا نغنيو كنا نغنيو لرابط حقوق الانسان الامنيستي لبعض الاحزاب اللي كانت تاكل في العصا بعض الاحزاب توا ولات عندها فلوس وعندها امكانيات مش عيط ذكر كانوا يعيطونا لا 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 هي لا هي يستدعونا باش احنا معناها احنا نجيبوا لهم الجمهور في الوقت هذاك احنا نجيبوا الجمهور وهما في لي زونتراكتي باش يتكلموا كلمه توا عندهم الفلوس وعندهم الامكانيات مش بالضبط مش يذكرونا في مجاي الحمله الانتخابيه توا باش يذكرونا اي في الحمله الانتخابيه بيان سور فما ثقافي اللي مش فاهمينه اليسار التونسي اللي مش فاهمه انه
معناها قدر باش يثبت كينونتو والا ذاتيتو معناها داخل الألبوم. أنا بالعمل الثقافي. العمل الثقافي ومن خلال معناها الشعر. حتى حد منهم ما ينكر، فهمت؟ هذا اللي ما اللي للأحزاب السلفية والأحزاب الدينية. الدينية. يفتقدوه معناها. يتمنوه. وكان عندهم حتى واحد كيما ما عرفش هنا كيما أمال الحمروني ولا كيما مسار خليفة ولا يتبنيه. يعني بين العذاب هذوك في بالك ولا لا؟ خاصة في الحملة الانتخابية الجاية مشكلتهم ما عندهمش الشعراء للأسف معناه الشديد السينمائيين عندهم حتى شيء. اليوم النجم نقول أني بعد 3 سنين وإحنا نجري فما معناها تقريبا أبستراكسيون على توسكي ثقافة في تونس وتوسكي ثقافي ونتفكروا كما قلنا معناها الفرق هذه الملتزمة وقت اللي باش نعملوا شوية تنشيط معناها ثقافي في ساحة عامة وإلا زعما ديمقراطية. أي لا بون مش نقول مش نظروا زعما ديمقراطيين كنا نحاول أن نكون ديمقراطيين لأن الديمقراطية معناها تربية تنشأ اجتماعية قاعدين نتدربوا على الديمقراطية فماش واحد معناها تولد معناها ديمقراطي كنا مش بالضرورة أن واحد يساري راهو ديمقراطي مش بالضرورة خاطر ديمقراطية ضربة تنشأ تصرفات ممارسات مازلنا بعاد عليها من نحطوا بشوي بشوي إن شاء الله المسار نتاع الانتقال الديمقراطي ينجح ونجم في الابتدائي مازلنا في الابتدائي في الروضة يعني نقول الابتدائي أنت ارتقيت بينا احنا في الروضة مازلنا في الروضة به فما من بين معناها الأغاني اللي أنتم غنيتوها في الفرقة متاعكم غنية الناس الغيواني واللي هي يا حمال يا جمال يعني أختك كتبت ناقصة نقطة مه يا جمال هذه ناس الغيوان تغنيها ناس الغيوان ولا لا هما يلقيوها أنا لقيتها على الفيسبوك ناس الغيوان نعرفهم غنيت معاهم في مهرجانات في سوريا وفي في في فرقة مغربية هي اي من الاغاني من المجموعات اللي اثرت حتى على مستوى عالمي معناها الناس الغيوان نلقى انا القصيد يلقيه هما اي بصوت العربي عربي باطمة يلقيه كالقاء مش ملحنينو عام 2009 انا النص عليها قلت لها النص اللي نوج عليه يا جمال رد جمالك علينا 2009 أكد 2009 رانا أولاد ناس وفي العزة تربينا فهمت بعد يقول لبسنا الحرير ورميناه عرفنا الهوى وما بغيناه فهمت وتجي أنت يا جمال وتدوس بجمالك علينا أنا جي يا جمال وتدوس بجمالك علينا أي لأن احنا كنا نعيشوا عن جمال يدوس فينا معناها فهمت وبعد 14 جان في قلنا يا حمد الله هو جمال رحلها وتو باش نلقاو الجمالة تلقوا برشا جمالة كثروا الجمالة وكثروا معناها الناس اللي ركبت ولي عملت وجمال أكثر وجمال زاد وقاعدة تتربى فما برشا جمال قاعدة تتربى وقاعدين معناها ولو هما هزين اللي بالحبة واللي بزوز الشمو فما الدروماديير نعم لا هل بحد ببرك خاطر يخزروا في اتجاه وحيد حدتين على الاقل نقولوا كعندهم نظرتين على كل ان شاء الله تونس تخرج من العنق معناها الزجاجه وان شاء الله ينقصوا الجماله وتتطور معناها البلاد هذه وان شاء الله نوصلوا معناها الى بعض معناها او تحقيق بعض معناها طموحات الشعب التونسي انه نوصلوا نحقوا الامان ولينا نجريوا على الامان اليوم ما عادش معناها على حاجه اخرى الامان في مستوياته المتعدده خليني نقول ماهوش الامن فقط معناها كي نقولوا الامن ديما نمشيو بعلاقه بالامن الأمن الشخصي والأمن الفردي لا حتى الأمن الغذائي مهم جدا لأنه فما تثقيل كبير للمجتمع وفما وانت تعرف بالمليح أنه اليوم فما ارتفاع في الأسعار فما ارتفاع في كل شيء ما عادش واحد يعيش ما عادش نجم يعيش وقاعدة معناها الطبقة الوسطى قاعدة تنحدر وقاعد معناها الفوسين تاع الفقراء يساع إن شاء الله معناها نخرج من هالحاجات هذه مثلنا في امتحان معناها جيل بالحق مش مبلي ورا جيل مبلي ومنكوب به نسمعوا يا جمال ونعود منها إلى الحوار
جمال ويا جمال ورد جمالك علينا رانا ولاد ناس في العزة ربي ويا جمال ورد جمالك علينا رانا ولاد ناس في العزة ربينا عيوننا علاب شفت المليح الداو وانت ماشي زلة من الغمار في عينينا قلوبنا بكلمة لمحبة داو وانت قلبك احجر روح اهدينا روح اهدينا روح اهدينا يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال رد جمالك علينا رانا ولاد الناس في العزة ربينا عيوننا على وحفتينا 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 يا جمال 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 جمال يا جمال يا جمال
جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال. تونسي كما قلنا أنه يطمح أنه يعيش معناها في سلام ويعيش في أمن ويطمح أنه يحقق أبسط معناها الأشياء اللي ثار على الأقل معناها من أجلها اللي هي الحرية والكرامة والعيش معناها الكريم بشكل عام، العيش الكريم بشكل عام. والشغل؟ أي والشغل، الشغل بيان سور إذا كان واحد ما اشتغلش وما فماش خدمة منين؟ وإحنا منذ حين كنا نحكيوا أنه الطبقة الوسطى بيدها قاعدة تنحدر وقاعدة يقع تفكيرها ونعرفوا قاعدة تتهرى بالمليح بالمليح ومازالت قدامنا سنوات معناها عجاف كما نقولوا. لكن مع ذلك التونسي معروف بالنخوة نتاعو ومعروف بكبريائه. وهوني معناها علاش قلت النخوة والكبرياء، لأني ذكرت أحد معناها الأغاني نتاعك اللي تقول لنطيق الظل الذلة الظل ماهوش الذل بالذات المذلة المذلة. الأغنية هذه ساعة شكون اللي كتبها؟ هذه أغنية تعملت في 76 علي سعيدان ومع مجموعة إيمازيغ تقول لنطيق لنطيق الظل لنطيق منطيقش أي منطيقش لنطيق الظل ولا نحمل كلمة عزارة يا غايب الأحباب يضيع الوقت وما تفيدك من بعد دبارة. احنا معناها الكلمة يا غايب الأحباب يضيع الوقت وما تفيدك من بعد دبارة، من بعد دبارة. معناها حكمة فيها حكمة بيان سور ضبط معناها انه الوقت راهو ما يرجعش بالتوالي. الوقت كان ما تستغلوش توا ما تفيقش على روحك ومثلا ما تمشيش تقيد مثلا ما تمشيش تسجل في الانتخابات ما تقيد روحك مثلا معناها تنجم تندم من نهار اخر معناها فهمت في على كل مدى ما تجبت التسجيل في الانتخابات. يعني بالنسبه لي نقول انك عندما نسجل الانتخابات وننتخب يوم معناها 26 اذا كان صارت معناها الانتخابات في هذا الموعد هو معناها بالنسبه لي يساوي انتصار على الارهاب بالضبط، وهو في نفس الوقت انتصار للديمقراطيه، وهو ايضا انتصار على درب تحقيق ما نرغب في تحقيقه في هذا البلد الذي نرغب ان يبقى امنا على الاقل شاف. ونحن نشوفه في دايرين بينا ماكله بعضها معناها ليبيا أي. معناها فيها داعش على الابواب وما غاديك ما ندرش هو على الاقل ليبيا اللي قريبه منا ونشوفوا معناها اللي قاعد يحصل في ليبيا واللي قاعد يحصل في العراق واللي قاعد يحصل في العديد معناها من البلدان. الحق ان شاء الله تونس ربنا يحميها. هذا شنو نقول؟ ربي يحميها. هذا شنو نقول؟ وان شاء الله التوانسه من خلال يفيقوا شويه ومن خلال الاغنيه هذه لم تيجي الذل ولا نحمل كلمه عزارة إن شاء يا غايب الاحباب يا غايب الاحباب يضيع الوقت وما تفيدك ان شاء الله تكون معناها رسالة لكل معناها مشاهدينا الكرام واللي مازال ما سجلش راه التسجيل مازال معناها الباب معناها مفتوح امام التسجيل يمشي يسجل الانتخابات اي حتى الاخر شهر اوت مازال فما التسجيل يمشي يسجل يدلي برايو. سي فغي انه التونسي اليوم حاير يقول لك لشكون باش نخب، نقولوا احنا انه على الاقل من الاول يمشي يسجل وبعدين تتوضح الرؤيه بشويه بشويه وبعدين يختار اللي باش يدافعوا على حقه ويدافعوا على حقوقه وهذا هو عينه ميزانه. انا نقول انه بالعكس معناها توا الفرصه باش ننتخب لانه فما ناس جربتهم انت الناس اللي ما خدمتكش مصالحك الناس اللي ما غيروا حتى شيء وزاد تنزد غرقت اكثر وكثرين ما دام انتخبهمش وكا نشوف الناس اخرين باهي هذا باهي هذا يبقى ديما رايك راينا رايك انت المهم أن التونسي يمشي وينتخب ويمشي معناها ويشارك لأنه اليوم إذا كان فما إرهاب قاعد يصير وإذا كان فما تخلف وإذا كان فما هالموجات اللي قاعدين نشوفوا فيها ونكاح الجهاد اللي بالنسبة لي معناها يعمل لي مشكل في مخي والحاجات ظواهر الكل نتاع العنف لأنه التونسي مازال ما عرفش إيش معناها يكون مواطن والانتخابات أو أنه يمشي ينتخب هو معناها أول درجة من درجات معناها تكريس مواطنة المواطن.
دار التاريخ بيحل الملل تجري مسرى بالشعب تنري ما لقيت الحل طيب لحظات يا الود ومتفيد ابنك بعد الظلام يا غير الاحباب يا الود ومتفيد ابنك بعد نفس معناها الوقت بعد 14 بعد هالشيء هذايا اللي قاعدين نشوفوا فيه الكليكا اليوم نجم نقول انه التونسي فاقد الامل فاقد في برشا مستويات وشفنا موجه كبيره 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 نتاع حارقين الحرقه كثرت وما عادش يستعملوا معناها ولا يمشيوا للبحاره باش يجدفوا بما البحاره هما بيدهم ولو دي مارسونير يعديوا هالناس هذوما من ضفه الى ضفه اخرى ويمشيوا ويلقيوا بانفسهم الى الموت. هو الحرقه بالنسبه لي انا هي حل كما الارهاب راه. معناها فما ناس هي ظاهره اجتماعيه كما الارهاب ظاهره اجتماعيه. معناها فقد الامل وما عادش كيفاش يحرق كل شيء، يحرق اوراقه، يحرق علاقته بالوطن. بالضبط وكما الارهابي نفس الشيء معناها. هي في تاع الناس يأسين من الحياة ويأسين من المجتمع. بالضبط. وقت اللي البحر معناها ينجم يكون هو زاد نجم يكون سورس معناها نتاع 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 حياة وسورس نتاع واش نعمو فيه برك البحر معناها نجم يكون سورس زاد نتاع قوت ونتاع مادام أنت حكيت أنه البحر سورس نتاع قوت وأنت جاي معناها من قليبة كيفاش تراه سورس معناها مولد نتاع رزق مولد أنا نعرف الناس اللي تخدم في البحر لاباس عليهم فهمت برشا ناس أنا مش الكل على مش الكل اللي عندهم بابورات معناها لا حتى 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 اللي يخدموا زاد حتى اللي يخدموا حتى اللي يخدموا أما خدمة البحر مش سهلة معناها مجال صعيب برشا معناها وفي الاغنيه اللي باش نغنيوها هذه يظهر لك انه معناها المعاناه اليوميه نتاع البحاره والاغنيه هذه كتبها ادم سرحاها من
من ادم فتحي من زياره القليبيا. اي ادم كيف شاف معناها القليبيا وشاف بالضبط، لانه معاناه يوميه فهمت بالطبيعه، انه مولى 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 المول هو اللي مستفيد معناها، هو المستفيد الاول هذاك هو. أي. معاناه كبيره والمعاناه هذه هي كيف كيف معناها معاناتنا احنا كيف كيف معناها، لانه احنا في حياتنا اليوميه زاده فما معاناه معناها، نخرجوا وقت نخرجوا الصباح من ديارنا ماشيين الصاد وزاد نفس الشيء معناها نستخدمش في الماء العكر خاطر اليوم فما برشا صيدة وفما معناها الصيد في الماء العكر معناها برشا عندك الزهر ونهار ما عندكش معناها فهمت. والبحر كيف كيف معناها، كيما يرمي الشبكة نجم يخرج الحوت كيما نجمش، وكيما معناها تنجم يصير له بان في البحر وتصير معناها مش ونجم يغرق ونجم الأغنية اش تقول المطلع نتاعها؟ بحارة بحارة في مراكب سيارة والموج العالي دنيا دوارة، هي تحكي على مش على البحر تحكي على الحياة، حياة حياة الدنيا دوارة فهمت، الدنيا دوارة نهار هكا وغدوة هكا وفهمت هذا هو هذا هو. نسمع الأغنية بحارة ونرجع بعد الحوار. Oh,
العديد معناها من المتغيرات الاجتماعية اللي يعيشها المجتمع التونسي منذ 14 معناها جانفي. هو المتغيرات موجودة برشا، لكن خليني نقول أنه من 14 جانفي ولا تاريخ معناها مهم بالنسبة لنا التوانسة نأرخوا به، تغيرت الأمور في البلاد وتحرك معناها وعشنا حراك، وفي اللول كان فما أمل كبير أنه تونس باش تتغير. سقط معناها رأس النظام وسقطت معناها الديكتاتورية، ونحلموا وقتها كنا معناها بدولة ديمقراطية. جاء 23 أكتوبر اللي حلمنا به الكليكا طاح في الماء، لأن الأغلبية اللي حكمت ماهيش أغلبية ديمقراطية، ونقولها معناها بالنسبة لي ونتحمل مسؤوليتي في هذا، معناها حركة النهضة تحديدا عمرها ما كانت عندها علاقة بالديمقراطية، رغم أنها تحاول أنها تسوق أنها دولة مع دولة مدنية ومع الديمقراطية، لكن شفنا العديد من الأشياء على امتداد معناها الفترة تاع الحكم تاعها. وأهم الأشياء اللي نحب نذكر بها اليوم في الحصة هذه المعركة الكبيرة اللي صارت على الدستور، واللي نذكروا الناس الكل الدستور نتاع 1 جوان 2012 اللي كان معناها دستور تقريبا ديني، ولو كان ما صارش معناها الحراك نتاع اعتصام الرحيل والهبة معناها الجماهيرية الكبيرة، راهو ما وصلناش للدستور اللي تغيرت فيه العديد معناها من البنود وتغيرت فيه العديد من الأشياء باش نجم نقول أنه قرب من طموحاتنا وقرب من معناها من الأشياء اللي ثارت من أجلها معناها الناس، واللي من خلال هالدستور هذا مثلا في الفصل 49، وكما قلت الحصة هذه تبث مباشرة بعد 13 معناها أوت، في الفصل 49 ينص معناها الفصل معناها صراحة على أنه فما يزم يكون فما تناصف بين النساء والرجال في الهيئات معناها الانتخابية، مبدأ تكافل الفرص بين النساء والرجال، وفي نفس الوقت معناها الدولة محمولة أنها تكافح وتحاول القضاء على العنف المسلط على النساء. والمنبر هذا نحب نحيي الجمعيات التونسية وكل معناها الأحزاب أيضا السياسية اللي احتفلت ب 13 أوت هذه السنة، واللي كانت أول شعار متاعها نساء تونس الكل جبهة واحدة ضد معناها الإرهاب، واللي انتقلوا حتى الأماكن داخل الجمهورية. تحية لكل معناها الفعاليات الكل اللي صارت، وتحية بالخصوص للمرأة التونسية اللي ما زالت واقفة واللي تعتبر أن هي صمام أمان، واللي تعتبر أيضا أنه الإرهاب إذا كان باش يمسها باش يمس المجتمع باش يمس المرأة بدرجة أولى. وشفنا كما قلنا قبيلة في داعش شنو عملت في النساء، سوق رق هذه الحاجات معناها النساء يزم يلبسوا معناها الفوال معناها النوار معاش يخرجوا معهم محرم إلى غير ذلك، وديما المرأة مستهدفة في العمليات هذه. وإن شاء الله المرأة التونسية تعرف شكون تختار في الحملة الانتخابية وفي الانتخابات معناها القادمة. لهذوما الكليكا شفنا أيضا ظواهر أخرى، وانت غنيت عليهم في غنية من الغنيات نتاعك يا زين، واني باش نرجعها الغنية باش تكون هي الغنية نتاع الختام نتاع الحصة هذه. فما برشا فيسا فيسا بدلوا الفيستا، كانت الفيستا موف ولت الفيستا زرقاء وإلا ما نعرفش كانت الفيستا صفرة ولا حمرة، ما نتصورش أنهم يحبوا الأصفر والأحمر مش خاطر نتاع الترجي لا الفريق بتاع أيوة. أي لا لا معناها الأحمر فيه معناها لي كولور هذوما بالنسبة لي دي كولور معناها نتاع حياة فيف، والكولور نتاع الموف معروف أنه نتاع دوي بون، الازرق كولور معناها نحبوه لا محالة فيه. أما على كل فما ناس غيرت الفيستا من الموف للأزرق، وفما ظاهرة كبيرة داخل المجتمع أنت غنيت عليها اللي هي التخفيف. هذيك عاد موجودة في قديم الزمان، من قديم الزمان موجودة. هي معناها ظاهرة اجتماعية معناها اللي معناها فما حتى خاصة احنا معناها يمكن دي شامبيون فيها يمكن في تونس راه معناها خفيفة برشا. دي شامبيون. خفيفة والقويدة معناها. فهمت؟ واحنا توا داخلين في الحملة الانتخابية. وتحذير الحملة الانتخابية فهمت وشد فما ناس هزين القفة لبعض المترشحين ولا بعض رموز انت أحزاب بالضبط، والترحال من من حزب الحزب ومن حزب الحزب ومن قائمة القائمة وتوا معناها ما بين قوسين لحاسة باش يقربوا خاطر ناويين على المناصب. هي القفة هي اللحاسة على المناصب بعد بعد الانتخابات للأسف ويستعملوا الأساليب الكل. حتى معناها الأغنية تستعمل معناها تحكي على السيدة ذا أنه يستعمل حتى زوجته
فهمت، لقضاء معناها لقضاء حوائجه فهمت، معناها تو لي مويان سون بون، معناها بالنسبه ليه باش يقضي الحاجه نتاعو حتى يستعمل معناها زوجته، يستعمل معناها كرامته عرضه الى غير ذلك. للاسف معناها الشهيد الشديد معناها هذه معناها ظاهره من بين الظواهر الاجتماعيه اللي موجوده للاسف الشديد. باش نشوفوها العلامات الجايه باش نزيدوا نشوفوها هي معناها ان شاء الله معناها تقل، لاني بالنسبه لي هي ظاهره تدل على ضعف الثقافه المدنيه وضعف الثقافه السياسيه، وهذه ظاهره معناها واضحه داخل المجتمع التونسي، مجتمع كان يعيش من غير احزاب، ما كانش فما تعدديه، كان فما شويه احزاب سميناها جديه في وقت معناها من الاوقات، لكن ما كانش فما تربيه مدنيه وتربيه معناها سياسيه كبيره اللي تخلي التونسي يمشي على مبادئ. لكن هذا ما يعنيش انه ما فماش العديد معناها من السياسيين اللي عندهم مبدا واحد واللي يدافعوا على مبادئ ويدافعوا على قيم معناها الجمهوريه ويدافعوا معناها على العداله، لكن ظاهره التخفيف ظاهره موجوده داخل المجتمع نحبه ولا نكره، موجوده في كل المستويات، ماهيش في المجال السياسي فقط، في المجال حتى في المجال حتى الاداري، في برشا حاجات، حتى المجال العائلي، المجال العائلي ديما فما تخفيف واللي ظاهره معناها ندينها بشكل معناها كبير. فماش كلمه اخرى تحب تقولها في علاقه بهذه ظاهره، ولا كلمه انت تحب معناها تبلغها في نهايه هذا اللقاء معناها الخفيف، خليني نقول للساده المشاهدين. والله نحب نعاود نشكركم معناها لانه من اللقاءات معناها النادره اللي عملتها بعد 14 جان كما قلت لك معناها موقعش استدعاكم، لا انا مش باش نجي نشكي لنا معناها لا 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 نعرف فينالمون هما الخاسرين، لا 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 نعرف للاسف معناها الشديد معناها، وهذايا من بين الحاجات اللي نجم نقول بالنسبه لي كلمه معناها في الختام انه للاسف انه في وقت من الاوقات مشاو بعد 14 جري وللفرق الملتزمه جابوهم للراديو وللتلفزيون، فما ناس اول مره كانت تسمع بها العباد هذوما ما هكا باش توري روحها هي ثوريه وتعمل شويه لافاج، جابت الناس هذوما استعملتهم بعد مشات على روحها لانها لا تؤمن بالنسبه لي بهذه معناها الفرق وبهذه معناها القيم الانسانيه اللي موجوده. فلا للاسف الشديد هذه زاده ظهرت بيدها تقرب من ظهرت معناها التخفيف. وقبل ما نمشي ونخلي معناها الساده المشاهدين باش يسمعوا الاغنيه هذه اغنيه القفه، القفه بيان سور ماهيش القفه معناها تاع السوق اللي التونسي معناها قاعد حاير فيها واللي توا اليوم ولت منقوبه برشا ما عادش ينجم يمليها معناها التونسي، لكن القفه نقصد بها التخفيف واللي باش نسمعوها بعد حين. لكن نحب نحيي في نهاية الحصة معناها ضيفي الكريم زين صافي، إن شاء الله معناها نشوفوك في مناسبات أخرى وإن شاء الله يكون فما لقاء آخر مع فنانين آخرين. اليوم هذه ملامسة أو مصافحة أولى خليني نقول لي معاك. في نفس الوقت نحب نحيي معز قصيلة الشادلي الخمسي وبالحسن الشنوفي اللي رافقوك على امتداد معناها الحصة هذه، كانت تسجيل نتاع الأغاني نتاعكم قبل معناها الحوار، نحب نحييهم وإن شاء الله تكون فما فرص أخرى ولقاءات أخرى. نسمع أغنية القفة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. قلب الميزان ولا يضحك على عفا ومصباح الخير يقول صباح القفة هينحيها، وعوض صباح الخير يقول صباح القفة هينحيها. أنا لاهي بالي
ولا سي فلان يسكن في فيلا مرت اللي كانت نيشان وترقص بالخلة بالقفة ولا سي فلان يسكن في فيلا مرت اللي كانت نيشان وترقص بالخلة كنت تقول وتحليلي يا مظنون الله كنت تقول وتحليلي يا مظنون الله صرت تقول ولا لا صرت تقول ما بوسيبل صرت تقول ولا لا وقفة تترجم لها أنا لاهي بالي ساهي بالقفة وما فيها أنا لاهي بالي ساهي أنا لاهي وبالي ساهي ومين اللي يرعى لي شياهي حاميها حراميها أنا لاهي بالي ساهي بالقفة وما فيها القفة غسلت لا دم ولا دم يلق الضاي القفة غسلت لا دم ولا دم يلق الضاي دم مثلش كالجغذي في شط الذل مسيد دم مثلش كالجغذي في شط الذل مسيد ليلة روح يلقى مرتا قاعدة مع العرايب ليلة روح يلقى مرتا قاعدة مع العرايب قال له ملا فرصة سعيدة باش نحكي وتريف فيها وقال له ملا فرصة سعيدة باش نحكي وتريف فيها أنا لاهي بالي ساهي بالقفة وما فيها أنا لاهي وبالي ساهي بالقفة وما فيها أنا لاهي وبالي ساهي بالقفة وما فيها ومين اللي يرعاني شياهي حاميها حراميها أنا لاهي بالي ساهي بالقفة وما فيها